إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام الله عليكم أحبابي في الله، سعداء بلقياكم مجددا في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سنتعرف على مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يتداولها كثير من الناس أثناء التحدث باللغة الفرنسية أو أثناء الكتابة. ومن بين الأخطاء هناك خطأ شائع جدا الذي سنبدأ به في درسنا اليوم، هو كالتالي. هناك ما تلاحظون في هذه الورقة خطأ شائع، الكثير من الناس عندما يودون قول إلى آخره بالفرنسية يقولون إكسيتيغا هكذا كما هي مكتوب هنا، ولكن هنا خطأ والذي يجب أن يقال الصواب هو إي سيتيغا إي سيتيغا إي سيتيغا إي سيتيغا وليس إكسيتيغا. هذا هو خطأ من الأخطاء التي يتداولها الناس كثيرا. سنتطرق يعني هنا عندما تسمع إكسيتيغا هذا خطأ، إكسيتيغا خطأ، نقول الصواب إيسيتيغا 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 إيسيتيغا. خطأ ثاني مون طون سون، هذه المحددات تستعمل قبل الاسم المفرد المذكر، مون ستيلو طون ستيلو سون ستيلو قلمه، يعني مون سون ستيلو قلمك طون ستيلو قلمي مون ستيلو، وتستعمل أيضا قبل الاسم المفرد المؤنث الذي يبدأ بحرف متحرك أو بأشوي. هنا الخطأ أين يوجد؟ في بعض الأحيان نريد يعني أن نستعمل مثلا اسم مؤنث ولكن نستعمل ما ما هذا الاسم مؤنث عندما يبدأ بلي فوييل يعني الحروف التي يعني الحركات بالفرنسية أو أو أ أو أو أو، إذن هنا لن نستعمل ما أو سا أو تا، بالعكس سنستعمل مون طون سون مون طون سون مون طون سون، هذه التي سنستعمل أثناء يعني تواجد الاسم ولو كان مؤنثا، ولكن بشرط أن يبدأ بحروف الحركات بالفرنسية التي هي أ أ إي إغريغ أو. سننتقل إلى خطأ شائع آخر. خطأ شائع هنا نقول تو فيزيت أن أمي، هذا خطأ جدا خطأ شائع كثيرا بين يعني الأصدقاء، لا نقول هذا تو فيزيت أن أمي، بالعكس نقول تو رون فيزيت أن أمي، أنت تزور صديقا. Tu rends visite à un ami. أنت تزور صديقا. Tu rends visite à un ami. Tu rends visite à un ami. خطأ آخر. Je suis bien. خطأ شائع. نقول je suis bien. هذا خطأ. ولكن نقول je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. خطأ شائع آخر. الكثير منكم ينطق Y. هكذا Y. Y. وهذا خطأ. ونقول Y Y Y Y Y هذا هو الصواب في هذا الخطأ. إذن خطأ آخر نقول Je vais au docteur. Je vais au docteur. هذا خطأ شائع، نقول Je vais chez le docteur. Je vais chez le docteur. Je vais chez le docteur. للأشخاص نستعمل chez chez، للأماكن نستعمل أ على أ إل أبوستروف أو أو بيان أو. إذن نذكر بالقاعدة، للأشخاص نستعمل شي، للأماكن نستعمل أ على أ إل أبوستروف أو أو بيان أو. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا حصة اليوم. المرجو الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.